بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ معكم التدريب الرابع وهو عبارة عن المظاهر والأصوات. نحذف كائن القط ونقوم بإضافة الأحرف الفاولز، الأحرف أحرف العلة A. نضيف حرف الـ A، ثم نذهب للمظاهر ونقوم باستيراد الـ E، I، O، وأخيرا حرف الـ U. ثم نذهب إلى الأصوات ونقوم باستيراد الأصوات A بنفس الترتيب. نراعي الترتيب، مهم جدا عندنا هنا E، I، O، وأخيرا U. U. هذه الأصوات جاهزة عندنا بنفس ترتيب الأحرف. نقوم الآن بتغيير المنصات. طيب، نستورد أولا. ممكن الاستيراد من عدة منصات براحتنا، مثلا هذه المنصة الأولى، نحذف المنصة اللي قبل الفارغة، المنصة الثانية. طبعا نستورد خمس منصات لأنها خمس أحرف. عندنا خمس منصات. نبدأ الآن بالبرمجة. نراعي أننا لا نبرمج في الخلفية ولكن نبرمج الكائن، فنقوم بإدراج لبنة العلم وهي اللبنة الأولى، ثم انتقل إلى المظهر A. بحيث أننا نجبره أنه يبدأ من الحرف الأول، ثم تكرار. شغل الصوت وانتظر انتهاءه. انتظر، طبعا في الكتاب كاتب انتظر 3 ثواني. من خلال استخدامي للكود البرمجي لاحظت انه 0.7 هي الافضل، ثم المظهر التالي. هكذا الآن الكود أصبح عندي جاهز. نقوم بتشغيل. طبعا نسينا أن نكتب، عفوا، هنا شغل الصوت رقم المظهر وليس الـ A، لأنه في كل مرة بيشتغل حرف الـ A، لا احنا نجعله برقم المظهر، بمعنى انه في البداية يعمل الرقم 1، ثم عندما نضغط على المظهر التالي يتغير من 1 إلى 2 اي الاي، وهكذا. نلاحظ الان طبعا الان التنقلات بين المظاهر صحيحة، يتبقى علي برمجة المنصة. الكائن الان صحيح. بالنسبة للمنصة، نجعل عندما يبدأ الكود البرمجي يبدأ بالخلفية الأولى. طيب نلاحظ ما هي الخلفية الأولى. الخلفية الأولى هي بيتش، إذن نختار بيتش بحيث أنه في كل مرة يقوم بالبدء من الخلفية بيتش. نلاحظ أيضا أنه لا يتغير بتغيير الخلفية. هنا نذهب إلى الكائن ونستخدم لبنة البث. ما هي لبنة البث؟ لبنة البث كأنها انتقال أو نقلة، بمعنى عندما أبث نسميه بأي اسم، مثلا خلفية،
عند تنفيذ البرنامج عندما تأتي لبنة البث سيذهب إلى النقلة، بمعنى ينتقل إلى مكان آخر. نذهب هنا إلى برمجة المنصة أو برمجة الخلفية وأقول له عند استقبال أو عندما تستقبل خلفية، بمعنى عندما تستقبل النقلة البث، ماذا ستعمل؟ ستقوم بتغيير الخلفية. والآن شغل. نعيد مرة أخرى. نلاحظ في كل مرة يبدأ من نفس البيتش، خلفية البيتش. معنى الآن أصبح الآن برنامجي جاهز وجميع حلولي صحيحة.